مشاهدينا الكرام، تحية الود والاحترام. قد يتمثل الغياب في لحظات ربما تمتد لتصبح أعوام. يغيب الشخص عن بلده ولكن يبغى وجدانه ذاخرا بمفردات وبفن سوداني أصيل جدا. ضيفنا في هذه الأمسية فنان سوداني يحمل السودان ريشة ليتغنى بها في كل أنحاء أوروبا. مشروع مكتمل النماء بكل تأكيد، وتجربة رائدة لفنان سوداني في بلاد المهجر. نلتقيه اليوم سمر وحديث وفكرة. نسعد أن يكون ضيفنا على ضوء شموع الفنان الأستاذ طارق أبو عبيدة. مساء الخير عليك يا طارق. مساء الخير أحمد، أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. أتمنى أن نقضي سهرة جميلة مع بعض. كلية الموسيقى والدراما واحدة من المحطات الأكاديمية، أنت درست تخصصات كثيرة، لكن نبدأ بكلية الموسيقى والدراما وتقريبا قسم البيانو. درست في معهد العالي للموسيقى والمسرح، كانوا له كذا اسمه كذا، في قسم الصوت والبيانو. الحقيقة أخذت أنا في سنة أولى، أخذت شرقي في الأول، أخذت آلة شرقي، كنت مغرم جدا بالعود أو ستيل مغرم بالعود طبعا. فأخذت شرقي في ثاني، أنا حولت التخصص بتاعي للصوت والبيانو، اللي هي دراسة علم الصوت والعزف على آلة البيانو باعتبارها ولا مساعدة. ليه بيقولوا إنه يعني الفنان عشان يبقى ملحن بارع لازم يعزف في العود يعني بالتحديد؟ ما سليم الكلام ده، لا بنسمع كثير. لا لا، الفكرة هي هبة. المسألة دي هبة، كيف من ربنا سبحانه وتعالى إنك أنت تلحن. زي مثلا الهبه الموجوده عند شخص اخر انه ينسج كويس يعني. أيوة. ينسج عن قريب، ينسج شنطه بتاع جلد كده، فهي موهبه قد تكون ما بتعزف اي اله وتطلع الحان متعشه جدا. نحن ما بين حمزه سليمان وبين الصافي عاوزين نستمع الى اغنيه ابتدائيه كده نهديها لكل الناس السهرانين معنا في على ضوء الشموع. شالا انظر الياسمين ما بين ظل الايك نفحة الياسمين ام ديل شلوخة ثلاثة من تحت واسمين يا قلبي بينك وبين اديك سمات اسمين ما كنت رايق وساكن في صفا وتامين في الخجلاب يا قلبي أنا مني شالك مين يا روايح الوردي مع الزلال والدين فوق جمال الفردي الليلة متفقين جاءت روايح الوردي مع الزلال والدين فوق جمال الفردي الليلة متفقين بس اهل زوم انوارنا من شموع ورتين ما دمت انت وبدرة الدم زي بختين ما كنت رايق وساكن بقديسك طول منك واللمود قايسين شفنا الضفاير جرن للقدام قايسين بقديسك طول منك واللمود قايسين شفنا الضفاير جرن للقدام قايسين أنا شوقي دايما زايد ماشي في تحسين أنا صبري قل ويشهد بأزايا حسين برز النهود وعاما في الهوى مجاهدين وعلى هلاك العاشق ديما مجتهدين برز النهود وعاما في الهوى مجاهدين على هلاك العاشق ديما مجتهدين صاح وهب فاقد عقله كم جريح طعين الناس يروحوا تسعى ليه
عد الشوادي الغنن بالغرام نايحين عد القمار الجوغن في الفروع مايحين عد النسايم المرن بالمسك فايحين تخشاك يا عثمان نعمة وسرور كل حين ما كنت رايق وساكن عد الشوادي الغنن يا الغرام نايحين عد القمار الجوغن في الفروع مايحين عد النسايم المرن بالمسك فايحين تغشاك يا عثمان نعم وسرور كل حين يا عثمان نعم تخشاك يا عثمان نعم وسرور تخشاك يا عثمان نعم وسرور كل يا ليلى هو يا ليلى وليلى هو يا حبيبي الليلى ليلى هو يا ليلى يا دومي هو يا ليلى ليلى هو سلام. يعني إتقان في آلة العود وصوت وديع. الله يديك العافية. جميل جدا. نسمع عمل تاني. نسمع إهداء لكل السهرانين معنا في هذه السهرة. ضمي حزني على قلبي ومترمي ضمي حزني على قلبي ومترمي شابك الليل في الصباح حسي جسمي زي قواديس يطمي منها النيل ولا راح شابك الليل في الصباح حسي جسمي زي قواديس يطمي منها النيل ولا راح يا حبيب الله عليك لو تفهمي يا حبيب الله عليك لو تفهمي تدي محبوب الجناح كان يطير فوق الهواجس يحتمي من الأعاصير والرياح يا حبيب الله عليك لو تفهمي تدي محبوب الجناح كان يطير فوق الهواجس يحتمي من الأعاصير والرياح يلا هاك نطير سوا
يتبسمي سوي من الغيم ويشاح يا حبيبة أهدي محبوبك جناح ضمي حزني على قلبي ومترمي ضمي حزني على قلبي ومترمي شابك الليل في الصباح حسي جسمي زي جواديس بالطمي منها النيل ولا راح شكرا جزيلا جميلا أنيقا. ليه ضحكت لما قلت يا حبيبتي الله عليك لو تفهمي؟ في ابتسامة كده جات عابرة في الأغنية. أخوانا زول الله عزيزي مشاكل ساي بس والله. لا أنا حي الدكتور بشرى الفاضل وبشرى من الشعراء المجيدين جدا وأنا أحبه وأحب شعره جدا. فالقصيدة هي بتكلم عن الجواديس وبشرى شايقي يعني شايقي جميل يعني. لكن هي المسألة بتاعت الله عليك لو تفهم دي ما بشرى براءة يعني ولا أنا براءة يعني الجملة كانت العبارة جميلة يعني الفكرة بتاعت الرجل والمرأة دي ما صراع صراع طويل وقديم ايه متجدد دائما في أي دولة بتلقى يعني غير الموسيقى بتاعت الدولة دي أو الموسيقى الأم حقتهم المواطنين في الدولة دي بيكون بيحب موسيقى يعني أنواع موسيقى تانية أو غناء تانية إحنا مثلا هنا في السودان بنسمع برضو أغاني عربية الأثيوبية إريترية كده حاسين انه الغنى السوداني ده هناك في لندن ممكن يكون نمره كم يعني الغنى السوداني ولا عشان نكون دغري نخليه السلم الخماسي كويس بس ان احنا ما يعني ما تفتكر ان احنا هنا خلاص الناس دي حق بضمهم انتهينا منهم خلاص يعني لا في منافسه هي اصلا هم شعوب مفتوحه بيسمعوا موسيقات من دول كثيره جدا جدا في المهرجانات دي طبيعه المهرجانات كده انك انت تسمع الأودينس اللي بيحضروا يعني أو تسمع الجهة اللي أنت موجود فيها سمعهم موسيقات على ثقافات تانية وشعوب تانية نحن تقريبا بيسمونه موسيقى إفريقية يعني نحن هي ما في نحن سلمنا خماسي نحن نتكلم دائما عن البنتاتونيك لما نمشي هناك نحن موسيقتنا أنا في انتباه يعني أو في تقدير أنا كانت متميزة لأن نحن نشتغل بسلم خماسي كل السلالم الخماسية الناس حتى الناس اللي اشتغلوا معانا إذا كان من أفريقيا إذا كان من مالي إذا كان كده إذا كان حتى من بجاية الإثيوبيا وأريتريا وديل منطقة الغنى الأفريقي هي موسيقات مدهشة بالنسبة لهم لأنه السينما الخماسي ما متعودين عليه السينما الخماسي ما فيه حركة فيه حركة لذيذة كده ساهل بيخلعك لأنه بتقدر تفتش الأجهزة بتاعته أيوه. كده فبفتكر إنه موسيقتنا السودانية وبالمناسبة نحن كنا بنغني ما كنا بنغني أعمالنا نحن بس يعني كنا بنغني كل الأعمال بتاعت عظماء الموسيقى السودانية ابتداء من الكاشف انت بتحب الحقيبه كمان برضه انت برضه بتحب الحقيبه لكن ما بنميل لها كثير لانه انت ما بتمشي تقدم اغنيه مثلا الحقيبه مثلا في معظمها اذا ما بقدر اتهام فيها رتابه يعني الكوبليه والغناء ورا بعض الدب ده انت بيبقى ممل لما مطلق حاجه بتاع سبعه كوبليهات الاوروبي ده ما بيفهم الكلام هو ده يسمع المزيكا ايوه فدايما بنقدم نماذج لاعمال فيها باريشن بتعمل فيها تنوع موسيقي يعني. داخل العمل الواحد لكن لو غنينا حقيبه وفيهم لكن برضو يعني بيحمد لكم عدد كبير جدا من الفنانين في بلاد المهجر انه يعني شويه الذوق الاوروبي وانطباع الاوروبيين عن السودان او عن موسيقانا شويه اختلف يعني احنا فتره من الفترات الناس كان بيعرفوا كده التريلا بس ما كان في ثاني افكار لا والله في مجهودات من زملاء كتار جدا بعدين مش نحن بس في اوروبا بنعصر في امريكا برضو في كميه من الزملاء الموسيقيين برضو مجتهدين اجتهادات كبيره جدا انا بعرف يعني في مناطق كثيره في استراليا برضو في كميه من الموسيقيين السودان المهاجرين فكلنا بنعمل جهدنا يعني نعمل قد قدر نقدم موسيقاتنا السودانيه بشكل كويس وسط المناطق اللي احنا فيها يعني. في سؤال بتاع ليه ما حتجوا تستقروا هنا او ما ناويين او كده لكن ده نخليه ناخره شويه كده انت بتخلي كله سؤال سيبه والله يا اخي انت عارف المساله دي على حسب بعد ذاك يعني على حسب الابداع في الغناء يعني ما حندفعك بالتاكيد تعاملت مع شعراء كبار وعمالقه يعني زي استاذنا القدال والاستاذ محجوب شريف عليه الرحمه عليه رحمه الله فكره انه فنان شاب يتعامل مع شعراء عمالقه كثير من الفنانين الشباب ما بيحبوا يطرقوا الباب ده بيكونوا خايفين من القصه دي التجربه دي دخلتها كيف واضافت لك شنو والله انا افتكر ان انا محظوظ بصراحه انا اول تعامل لي يمكن من اول الالحان اللي لحنتها كانت للاستاذ محجوب شريف اللي هي اغنيه مريم محمود اللي غنى بها الصديق سيف الجامعه نعم انا بلقى القصيده بتعجبني بحب الشعر بلقى القصيده بتعجبني بلحن
أنا كنت محظوظ في إنه ما حصل يعني اخترت شاعر من الشعراء الكبار ده كله منه. أنا عايز العمل الفلاني. الطريق عندنا إن إحنا في الوسط بتاعنا بتاع هذا المستوى المسرح وزملان وكذا اللي هو ده وسط ما عنده علاقة بالحاجة بنسمعها سوا. أنا بشوفه في التلفزيون ده في التلفزيونات ده يعني. نحن في وسطنا هناك القصيدة اللي بتعجبك بشيلة بتلحينة تمشي تسمعها للزول اللي لحنتها تتفاكروا فيها مع بعض كده. فأنا أي قصيدة لحنتها الحمد لله ما لقيت أي مشكلة فيها يعني. الحمد لله لقيت الأستاذ محجوب قبول كبير جدا في الثلاثة قصائد اللي عملت معه فيها وتشجيع بصراحة. أستاذ القدال هو أستاذ القدال سمعها. أنا رسلت له أصدقاء مشتركين ما كنا نعرف بعض ولو كذاك في الفيسبوك. لا قبل كده قبل انا اصدقاء مشتركين دي الناس بيعرفوها فيسبوك. لا سهل لنا لغه الحوار حبه. طيب اصدقاء مشتركين في الحياه يعني بيناتنا ناس زملاء الاذاعه كانوا زملاء في الاذاعه وزملاء وكذا. هو بس لانه برضه ناشط في الفيسبوك استاذ القدال حبيبي يقول لهم مساء الخير عليك الله يديه العافيه. فمن المفارقات انه القدال سمع واحده من الحاجات اللي انا لحنتها له حتى في الامسيه اللي انا اول ما وصلت يعني ثاني يوم عملت امسيه في دال استاذنت في انه القدال نفسه حيسمع الاغنيه مني انا مباشره لاول مره لكن هو سمعها. انا بعتها له قبل كده وسمعها وموافق عليها يعني. خطاب حسن احمد عثمان بشرى مين صديق جمال حسن سعيد يعني كثير جدا من الشعراء بشيل بلحن وبقول انا يا اخوانا لحنت استاذ بشرى فاضل برضه نفس الفكره ولحد الان كثر خيرهم يعني كلهم ما في زول فيهم. احنا ممكن نقوم نختار يعني اختيار عشوائي كده ونقوم نقول خطاب حسن احمد مثلا ممكن اسمع له الان عمل ارمي لي مطار في الفضاء المفروض بين بلود وبلود ارميه يا خيا وارمي لي مطار في الفضاء المفروض بين بلود وبلود ارميه يا خيا البلل يا أخي في الغابة والصحراء السهل فوق الصيانة بتخرف المطرة طعم البلل يا أخي في الغابة والصحراء السهل فوق الصيانة بتخرف المطرة شهد جناح يا بيت ارميها يا بنيا وارمي لي مطار مقعد على الشباك والدنيا قمرية طاير نص الليل فوق السحاب لا عش لا 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 شجرة في النجمة مقعد على الشباك دنيا قمرية طاير نص الليل فوق السحاب لا عش لا 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 شجرة في النجمة وارمي لي مطار صبحا اقول لك ايش انا كنت ليش ما فيش قولي لي يا بنيا صبحا اقول لك ايش كنت ليش ما فيش قولي لي يا بنيا وصبحا اقول لك ايش انا كنت ليش ما فيش قولي لي يا بنيا وارمي لي يا مطار يا سلام جميل جدا. جانب ثاني من الاختلاف لكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا. Thank you.
مرة ثانية مشاهدينا نتواصل على ضوء الشموع وفي معيتنا ضيفا عزيزا داخل الاستوديو الفنان الأستاذ طارق أبو عبيدة. مرحبا بك ثاني يا طارق. أهلا بك أحمد. نرجع لقصة الاختلاف. أنت غنيت راب؟ قال لك ما؟ لا احنا متأكدين. أنت ما تخيل إنه فريق العمل بتاع طيب سهرة كويس. والله فعلا بصراحة فعلا فريقهم ممتاز. فريقهم ممتاز. أنا بحيي رشا. بحيي رشا جدا. رشا إبراهيم منتجتنا. رشا إبراهيم المنتجة. أنا كنت في فرانكفورت في برضو واحدة من السنوات ما بعيد شديد يعني. فكنت بنفذ برضو في مزيكا ذكر الوقت ذاك مع صديق سيف صديق أو سيف جميحة اللي هو شغيق الأستاذ الفاتح جميع عليه رحمة الله وبعز أسرته فيه بالمناسبة. كنا مشتغلين مزيكا وسيف من الموسيقيين الجيدين جدا عازفين ممتازين يعني هو عنده علاقة جيدة بالراب وهو مستقر في فرانكفورت سنوات طويلة جدا قبلين يعني فكنا بننفذ في الحاجة دي صادف إنه في الاستوديو نحن ننفذ في أعمال ذكر كمان ضمن الأغنية بتاعت الحقيبة بتاعت ما بخاف من شيء بتاعت أمي برضي خابر المقدر لابد يكون يا سلام. فكنا موزعناه وشغالين فيها بننفذ فيها فصادف جه حضر التسجيل معانا في الاستوديو شاب من السنغال اعتقد الفترة طالت هسا ولا من وين هو رابر هو رابر وبعدين هو كان في نفس السنة يعني كان فاز بالجائزة بتاعت الرابرز في منطقته هناك في فرانكفورت على مستوى فرانكفورت ما بذكر ولا على ألمانيا ما بذكر وقد كان هو كان بيحضر في فعجبه اللحن جدا عجبته التيمة والشغل والمزيكا وصوت الجيتار والصوت كده كرفت عود شغال عود كان في الجيتار وكان في بقية السيف شغال جيتار وبقية الجروب درامر ومش عارف شنو من دول ثانية المهم انه ففجأة الرابر جاء اتكلم معي قال لي انا عايز اشارك معاكم في الاغنية موائم انه يغنوا بها فقعدنا انا وسيف لقيت انه ممكن بس نزحلو شوية كده بس نزحلو نعمل كوبلة وزحلو شوية خليه وتاني أرجعنا فبقيت بقيت بغني للعذا معروف أنا ما ببادر ما بخور رجال ما نغادر ما بقول للناس أنا مثلي نادر بل بقول للخالق شؤون 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 يو 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 هو بيدخل في اللحظة يعني ما عارف نحن قلنا وعملنا والغنية دي بتكلم عن كده وهذا هذا السودان مش عارف إيش كانت تجربة سرة جدا وأنا في تقديري كانت ناجحة أنا شخصيا استمتعت بها جدا وأنت واحد من الفنانين يمكن نقدر نقول عليك جيل وسط ما جيل صغير شديد ولا جيل كبير شديد خليني مع الصغير شديد كويس معي والله العظيم بعد الشعر الكثير ده لا بعد الخنفس ده يعني انت زول الوسط يعني لا لا انا طيب اقول لك حاجه والله انه على الموسيقى ده عنده ناس وممكن يقدم يعني فن جميل جدا انا فهمتك لكن يعني صراحه انا ما رابر اديك مثال بسيط جدا بس انت سايق عربيه مش كده ايها طيب عربيتك شنو تفضل مانوال ولا هنايا انت يعني كلت ولا المزيع ولا طارق على فكره ها انا المذيع انت بتصل فيني مصباح طيب المهم انه قصه انك تسويتش بين حاجتين يعني مثلا لو انت تسوق عربيه عادي هي تسوق عربيه اوتوماتيك تحتاج لي زمان عشان تعود مش كده فانا ما رابر يعني انا محتاج استدعي عشان اشتغل راب بكون اتمرنت عليه لكن فعلا التجربه دي بالمناسبه بالنسبه لي انا كنت سعيد بها جدا انا كنت سعيد بها لانه لقيت الحقيبه انه يعني فرحت انه حقيبتنا مفتوحه قدر ده يعني انك تقدر تصعب ده اول حاجه وفي اغنيه صعبه زي بتاعت الامي والامي كومبرا وفي الحقيبه طبعا فبجد كانت طيره وسره اللحن ذاته بتاع الام ذاته للقصيده الشد الشاب السنغالي ده دي كانت واحده من الحاجات اللي انا كنت سعيد بها جدا طيب نحن خلاص حنخلي الراب لكن نسمع غنية انا قلت لك طلي وحي لو امكن قلت لك طلي وحي لو امكن قلت ليلى لا ربي احسن يا انا قلت لك طلي وحي لو امكن قلت ليلى لا ربي احسن يا والربيع عفا يرحي صاحتي فيها اهلا ويوم مره
طليتي يا نسيتي نوبتي ما زيتي يا زهرة السوسن. أنا قلت لك طلي وحي لو أمكن، قلت ليلى لا في الربيع أحسن يا والربيع فات وانت ما جيتي حزنة الساحات جرحي صاحتي فيها ضليتي يا نسيتي نو قلت ما سيتي يا زهرة السوسن. الظروف شغلك ولا شغلك؟ الظروف شغلك ولا شغلك؟ ولا قلبي طال شوق جرتي عليه؟ الظروف شغلك ولا شغلك؟ ولا قلبي طال شوق جرتي عليه؟ زهرة الحنين الربيع لو زار خلي أخشاني، الربيع لو زار خلي أخشاني، موسم الأزهار خايف إنساني أنا زهرة السوسن. الظروف شغلك ولا شغلك؟ ولا قلبي طال شوق جرتي عليه؟ زهرة الحنين الربيع لو زار خلي أخشاني، موسم الأزهار خايف إنساني عطرك الفواح للنفوس مسكن يا زهرة السوسن، عطرك الفواح للنفوس مسكن يا زهرة السوسن. يا سلام، جميل جدا. برغم ال الإبداع الجميل ده والصوت العذب الوديع والإسهامات الكبيرة دي، لكن أنت برضو متهم بالكسل. صح صح، يعني يمكن برضو واحدة من أسرار اختلافك أنه أنت أنتجت شريط كاسيت قبل خالد الصحافة. أنا مش أنتجت، أنا كنت في الهناية، أنا ساهمت في شغل هو كان جزء منه، كان جزء من كان بتاع الدكتور فاتح حسين اللي هو الغيم. وكان مشرف على انتاجه في القاهره استاذ يوسف الموصلي. وانا كنت في القاهره صادف حصاد، شركه حصاد حي حصاد جدا بالمناسبه، وافتكر انه من الشركات اللي كانت رائده جدا جدا وستيل في تاريخ الانتاج الاغنيه السودانيه بشكل قشيب وجميل يعني. حي الاستاذ احمد يوسف محمد، استاذ محمد يوسف محمد برضه. فكنت في القاهره واتفقنا على انه انا اغني 6 أعمال من المجموعة العمل بتاع الأستاذ الفاتح حسين، وقد كان أنا اخترت 6 الأوائل وكان باسم القيم اللي هو ده نفس الألبوم، نفس الأعمال اللي هي مش نفسها لكن هم كانوا 12 عمل عمل الفاتح حسين. فأنا غنيت 6 الأوائل وجاب عدي علي رحمة الله وعزي إخواني الموسيقيين بالمناسبة والشعب السوداني في وفاة الحبيب محمود عبد العزيز. فجاء محمود غنى
الست أعمال بتاعنا اللي هي باسم ثقة الرباط. نعم. لكن إنتاج واحد يعني كاسيت واحد. أي لكن مسيرة طويلة كسل. جداً يعني. هو مش كسل، لا هو مش كسل بالنسبة. هو. بعدين الإمكانات هناك يمكن ما عندك عذر لما تقول إنه الإمكانات ما متاحة، يعني يمكن في أوروبا الإمكانات متاحة أكثر من هنا. صحيح. حتى في شركات يعني. ده مصدر دخلها الأساسي من المهرجانات، من المشاركات مع عدد من المنظمات في الفعاليات المجتمعية الإنسانية، وأنت ما شاء الله شاركت فيها كثير. أي سليم، أنا بصراحة يعني صح كسلان. أنا كسلان. يا أخي تعرف. لا لكن طبيعة شغلي أنا يمكن من ناحية الأسرة هناك الحياة طاحنة صعبة يعني ما يعني هو كل لك الويكند، فأنت بتزور فيه الناس أصدقائك بترتاح فيه، ويعني عندك يهون يومين. أمين أبوين زي ما بقول يعني. فده صعب صعب يعني، الواحد لو كان ما شغال كان بيكون تكون متفرغ طوال الأسبوع. لو دي الفترة جينا فيها ولو عملنا فيها كلنا نشاطات دي. لكن بعد ذاك الناس يعني كلنا قعدنا واستغرينا في جوبس وفي كده في شغل، فبقى ما في بقى صعب جدا إنك تطلق حتى وقت إنك عشان تقدر تنتج. نحن في اتهام تاني حنأخره شوية، لكن مسألة الاتهامات لطيفة والله ما صعب. أسألك الاتهام ده لا حلو ما كان في مشكلة حلو. بعدين سألتك ضيف يعني ما شاء الله ودي اعترفت سريع بسرعة. يعني ورينا جو العمل هناك كيف، العمل الإعلامي، شغلك الإعلامي هناك. أنا بشتغل بروديوس المنتج بتاع أخبار وبرامج في تلفزيون في لندن، وشغل في الاستوديوهات هو نفس شغلكم انتوا هنا، هو شغل قاسي جدا طف لكن طبعا استوديوهاتنا احلى عشان نكون واضحين. استوديوهاتكم جميله صراحه. بشتغل في العمل الاعلامي، بتدخل الصباح بتخش الطاحونه يعني بتكون شغال في انتاج الاخبار. بتغني لهم؟ هم اكتشفوا بالصدفه في الشغل بالنص ان انا بغني اصلا. اكتشفوا بدري لكن ما مؤخرا. نو والله يعني مره كان في برنامج عندي زميل عنده برنامج اسمه قراءات و بيعرض فيه كتاب، فطلب مني انه عايز مزيكا للشعار عشان تنزل مع اللي نايب. فقلت له خلاص اوكي، فشلت العود وجيت كنت حريص جدا ما فزوا يعرف انه انا بغني من زملاني يعني، فما بيعرف فيه خواجات وعرب وكذا يعني. فشلت العود بدري وجيت ودخلت الاستوديو معي عندي مخرج اسمه جوني، فقلت له جوني اديني استوديو ثلاثة انا عايز اسجل حاجه. وجونز اصلا جونز ذات لحد ما قال لي ايه يا زلمه مش عارف ايه هو لبناني يعني، كان باقي الناس تقريبا وفي شكله ضرب للناس بعد كان انا سجلتها وطلعت لقيت التيم كله قاعد الكاس بتاعنا كله لقيته واقفين كل يا كده يعني، فاتفضحت اليوم ذاك يعني. لكن لا شغل بتاعنا قاسي جدا، موالفة صعبه بين الاخبار والفن يعني. في اليوم ذاك كانت صعبه شديد في اليوم ذاك قصدك؟ لهم بس زروني ساعة يعني، لكن أنا أصلاً لسه دي هناك في الشغل ناكر عشان. طيب وصل مرحلتين حافظين لك وني وبقول لك غني علينا كده، خصوصاً الأجانب يعني. لا ما ديتهم فرصة، الشغل ما فيه طريقة ما فينا يعني، إحنا الفرقة بتاعت البريك بتاع الأكل. حرس لهم الحلقة ده على فكرة عشان تكون عارف الموضوع. البريك بتاع الأكل بس، لكن الشغل في الأخبار في اسم الأخبار بالذات يعني شغل صعب جداً. أنت بتكون في حالة بتاعت بتلحق الأخبار على مستوى العالم. نعم. كله يعني في المحررين. زي ما بقولوا الأخبار ما بتنوم يعني. ما بتنوم خالص هاي. يعني نرجع لحتة الكسل، يعني برضو ما بتوثق لنفسك بالشكل الكافي يعني. صح. يمكن زول ما يفتح اليوتيوب يكتب طارق أبو عبيد بيلقى عدد كبير جدا من الفيديوهات، لكن بتحس إنه هي يعني منزلنا ناس تانيين متابعين لك. صح. بنشكرهم طبعا بالتأكيد على كتر خيرهم يعني، شكرتهم أكثر من موقع والله قبل كتر خيرهم كثير. لكن أنت مقصر في التوثيق لنفسك، ومسألة التوثيق يعني في هذه الأيام أصبحت مسألة مهمة شديد. أنا آسف يا أخوان والله. والله انت ضيف ساهل شديد تصدق الموضوع ده. لا انا طيب اقول لك حاجه، انا فعلا كسلان لكن مش مني انا، مش لانه انا كسول اصلا لا. شوف نتكلم بوضوح، القصه بتاعت المزيكا دي يجب انه انت ما تمشي حته ما تقول يا اخواننا خلونا انا اغني. انت بتغني كويس يجب انه تتفتح لك كل الابواب. نعم. انت بتمثل كويس، انت بتشكل كويس، انت بتعمل كل حاجه، يجب انه يا اخواننا نحن المؤسسات هي اللي بتصطاد المبدعين، مش المبدعين يمشوا يقفوا على باب المؤسسات عشان يقول لهم اسمحوا لنا نخش ولا ما نخش. انا ما بقدر اوثق شغلي، انا ما اقدر اغني واسجل في نفس الوقت ده تكنيكلي، لكن ده الموضوع انه لا، لكن ممكن تتعاقد يعني مع، انا ما عاوز احك الموضوع شديد، لكن ممكن تتعاقد مع شركات لها يعني ده الجوب بتاعها انه توثق الاحتفالات، توثق الحفلات، توثق لفنانين. كثير من الفنانين بيعملوا كده يعني عشانك انت، عشان نفسك يعني، ما عشان تقدمه للناس، لا عشان تحفظ حقك وتاريخك اللي انت بنيته وتجاربك الكثير المختلفه دي. والله يا اخي الكلام ده سليم. اي سليم اقتنعت بفكرتنا دي. خلاص انا كسلان. صح خلاص انا كسلان.
لكن برضو يعني مسألة اليوتيوب عند أغونا كثير في اليوتيوب ما شاء الله. وسائل التواصل الاجتماعي دي، وسائل التواصل الاجتماعي بصراحة أنا كنت واحد من الناس اللي استفادوا منها جدا باعتبار أنه أنا كنت موجود في الغرب لما بدأت الفكرة بتاعت التواصل. أنا بحيي تجربتي الأولى بالمواصلة مع موقع سودانيز أونلاين، موقع معروف واللي مالكو بكرة وبكرة، بحيي بكرة وبكرة وكل الزملاء اللي كانوا معنا الفترة دي يعني أو لحد الآن. فأنا كنت بعمل بكتب بوست كنت في الوقت ذاك سودانيز أونلاين فايل صوتي مع تفاصيل عن الأغنية وقصتها، أو أحيانا بكتب حياة تخصني أنا يعني. فدي كانت تجربة قربتني يعني وسعت الدائرة بتاعتي أكتر. الناس بيجوا يتابعوا إنه أنا بعمل شنو بصوتي وبعمل شنو بكتابة وكذا يعني، أو بشرح الفكرة يعني. أنا دائما بكون مهتم أكتر بإنه أوثق لأي حاجة أو أعرف عن أي حاجة أنا حغنيها يعني أو بغنيها. فدي كانت أول تجربة، واستمرت بعد ذاك في الفيسبوك برضو أحيانا كنت بعمل حياة زي دي بدري. لكن في العموم انا بشكر تاني الناس اللي وثقوا لكل المهرجانات اللي غنينا فيها، لكل الحفلات حتى في الجاليات السودانيه في اوروبا وفي امريكا وفي كل العالم يعني. بشكر كل الناس اللي وثقوا للحاجه دي ونزلوها على اليوتيوب. انا ما درست احضر اسماء لانه في ناس اتصلوا بي، احنا بنشكرهم كلهم يعني. المواقع بتاعت الموسيقى برضه بالمناسبه، موقع الموسيقى فايلات الصوت بتاعت الموسيقى دي برضه كثير من المواقع، موقع الموسيقى السودانيه. في سؤال بيطرح نفسه هنا يعني، هم الناس المتابعين دي احنا بنشكرهم من حيهم، لكن بعد مرات التوثيق اللي هم بيقدموها وبيعملوا لك ده ما بيخضع ل يعني لشكل ستاندر كده يعني، ما الجوده ما بتكون نفس الجوده، الصوره قد ما يعني، هل الحاجه دي بتخصم منك والله هي مسألة انتشار؟ أنا بالنسبة لي تخيل ما بتقسم ممكن، لأنه أصلاً ما في زول لامي فيني يعني، أصلاً أنا برا ما قاعد يعني ما متوفر. فالمتوفر اللي بتلاقي ده بالزول بيكون فكر بيكون ده حضر ربانين، معناته كلام حضر ربانين أصلاً كويس إنه لما نلف حاجة زول يعني. لا والله أنا ما المسألة دي بالنسبة لي أنا ما شايف إنها هي فيها خطورة كبيرة. نحن بنجتهد من ناحية بنغني، في ناس بيجتهدوا بوسعوا، وان شاء الله ربنا يقدرنا كلنا نعمل نعم ان شاء الله حاجه كويسه يعني. ان شاء الله نحن برضو لازم يعني عندنا ستاندر في انه يعني نقدمك بشكل جميل، والصوت لازم يطلع صوت جميل وكذا. فعشان نشوف حكم الناس على جهدنا ده نقوم نقدم لهم اغنيه ثانيه. حنغني شنو ثاني؟ انا اغني لك اغنيه من اوائل الاغاني اللي لحنتها كان زمان للصديق العزيز جدا امين صديق، نعم، اسمها سور. بتقول يا قلبي انساها السيرة، والبت الخلف السور محبوب تقديك ما غيرك، استني يا قولة خير في عيونه محطة صغيرة، صحاها وصول بابور، دقت باب حزني ضفيرة زي ايد رمت الصنفور. هي من القصائد القصيرة وجميلة جدا فيها قولة خير يعني. زي درامة الصنفور
حكاوي كثيرة وصباح رغيف ودميرة وصباح رغيف ودميرة والبدل خلف السور مفقوب تكديك ما غيرها مستنية قولة خير محبوب تكديك ما غيرها مستنية قولة خير محبوب تكديك ما غيرها مستنية قولة خير. سلام جميل جدا. الجو العام بتاع الموسيقى في أوروبا وإنتاج الموسيقى والمشاركة في المهرجانات يعني الزخم الجميل اللي كلمنا عنه بالنسبة للشعوب الموجودة في التنافس حاد جدا طبعا كل الناس بتنافس في إنه يجودوا أعمالهم يجودوا أغانيهم عشان تطلع للناس. الفكرة هناك مبنية على التسويق. الشعب الشعوب بتحب الغناء بتحب تطلع المهرجانات تحب تروس تحب تشتري سي دي بعد ما يحضروا لك الحفلة كده. العظم الظهر في القصة دي كلها هو التسويق. انك انت زي ما انت سميتها قبل شوية وقلتها انه لازم يكون عندك جهة بتتبناك وتنتج لك اللي هو ده. انا عارفك هتسألني على العالمية بعد شوية طبعا مش كده؟ لا لا ما خالص لو ما حاب ممكن ما نسأل سؤال لا 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 ما عندي مشكلة لانه سؤال مستهلك شديد لكن خلينا اقول فيه كلام جديد. اول حاجة ما في حاجة اسمها عالمية ما في قصة بتاعت نصل بموسيقانا العالمية اللي بتقال دي. انا في تقديري ان الكلام ده مساله ما في حاجه اسمها العالمي. في حاجه اسمها شركات بتاعه انتاج بتسوق لاغنيه قد تكون الاغنيه ما عندها معنى لكن هم عايزين يسوقوا لها مثلا زي ما يحصل الليله في اللي هنا. ما عايز اشير لاغنيه محدده عشان ما نخش في مشاكل مع اللي هنا لانه دي حاجات ما في عليها. لكن في العموم انه بيشوفوا في كل مره تطلع صرعه بتاع اغنيه يعني دي اذا كان دي الناس بتعاملوا مع انه دي عالم انت الاغنيه السودانيه ده الكلام ده ما مساله. دي شركات بتنتج غرض الربح غرض انه تسوق المواطن تحوله لمواطن مستهلك تسوي كويس بس مستهلك اي بتسوي كويس عشان تستهلك مو عشان يربحوا يعني زي ما بيحصل في هنا. نحن عندنا موسيقى عالميه نحن عندنا موسيقيين عظام جدا جدا نحن ما عندنا ناس بيعملوا ماركتينج ما عندنا ناس بيعملوا تسويق لهم. يعني انا عايز اشوف اذا عايزين نتكلم عن العالميه مثلا عايز اشوف سيد ابراهيم الكاشب عليه رحمه الله عايز اشوف اعماله كلها مو يعني اذا كان بوضعها الحالي ده او اذا كانت اعاده توزيعها ولا اي شكل لكن بصوت الكاشف نفسه تكون متاحه بصوت الكاشف نفسه تكون متوفره في كل الحتات اللي ممكن ينافس فيها السوق عشان يعني نحن عندنا غامات كبيره لكن ما عندنا اكسس للجهات الثانيه. يعني اذا عملنا ده بنقدر نوصل موسيقتنا لاذان الشعوب الثانيه هنا في اللحظه دي بيكون في الفكره بتاعت زينا زي مثلا يتحول ان نحول الكاشف عندنا لرمز كبير زي موتسارت مثلا زي بيتهوفن مثلا وده مكانه الطبيعي مثلا عثمان حسين ابو الميلود السوداني. عندنا ناس كتار جدا نوصل الفكره دي نوصل اصواتنا عن طريقه لكن ما في اسمها موسيقى عالميه في سوق الناس بتجتهد فيه كله انه تسمع الناس شغل بتاعه. طيب يعني اخر منتجاتك او اخر الاعمال حتقدمها وخطتك المستقبليه يعني انا لسه مصر على انه مساله يعني انتوا ليه ما عاوزين تستقروا في السودان؟ هل لانه ارتبطتوا بعمل ما هسه يعني شغلوني معاكم حتكون في اجابه دبلوماسيه انا متاكد لكن بتبقى مساله انك تجي وتستقر في السودان وتخلي لندن وكده يعني الموضوع بياخذ زمن كده. عدد كبير جدا من الفنانين في لندن مشهورين اكثر من فنانين مشهورين في السودان يعني اسهموا في في في, في خارطه الغناء العالمي لو نقدر نقول تعالوا اسهموا هنا برضو شويه يعني. والله يا ريت لكن شوف انا ما حديك اجابه الموسيقى. الحياه فيها مآزق كثيره جدا وفيها متطلبات كثيره. انا عندي ثلاثه قروض صغار كده في المدارس عندي اولادي ثلاثه احب الحيوم منهم بالحي الله يديم العافيه المدام برضو والدته والله يطول ان شاء الله ربنا يطول عمر اسمهم برضو يديها خليها تستحملني زياده وتستحمل الاولاد زياده. طبعا المجاز في انك ذكرتهم في نهايه السهره بس موضوعك الليله حيكون صعب انت وصرت تعمل لي مشكله. المهم انه تفضل يعني عندك حياه بقت حياه يعني كانت هنا مياه بقت في حياه هناك يعني بقى في اطفال في المدارس بقت في زوجه شغاله بقى في اصدقاء بقى في يعني انا عشان نقول خالد من امستردام للندن قلت له خالد خلاص انت حتيجي تعيش معي هنا في لندن اللي هو فرح اوكي الفكره حلوه. عمره كم؟ هو عمره 7 سنوات فعجبته الفكره قلت له خلاص انا حنقعد هنا طوال. قال لي انا ما فهمتك انت قاصد نجي اجازه يعني ولا نقعد طوال؟ قلت له حنقعد طوال. قال لي لا ما حمشي انا عندي اصدقاء هنا.
شفت الحياة بتبقى كده فيها شيء مرتبط بناس تاني. هاي بترتبط بمجتمع، ترتبط بشغلك، بترتبط بأصدقاء، بترتبط بحياة وكذا يعني. لكن ربنا يسهل يعني. لكن الله ضير منه كل فترة والتانية تجي السودان تعمل. لازم أي لازم والله بصراحة لازم. وبالنسبة للجديد السدي أنا معي مجموعة من الشباب أستاذ عماد بوبو. في اليومين الجايين دل حنبدأ نسجل في أعمال جديدة ننتج فيها هنا يعني. حيكون ألبوم يعني ولا حتصور؟ لسه الفكرة ما واضحة بصراحة. بصراحة القصة بدأت في الحفلة الأولى اللي أنا عملتها، قالوا المرة دي ما حنفكك يعني، حنقبضك المرة دي ما حنخليك، لازم نسجل. قلت لهم جدا، فحنبدأ نسجل. توصلنا لألبوم وتوصلنا لمشروع كامل وتوصلنا جزء من الحياة الأخيرة كلها المسجلة اللي تحت يعني، من ضمنهم جواديس ما عاد توزيعه، من ضمنهم شغل لأمين صديق برضو ثاني يعني كمية من الأعمال يعني، في معاليات برضو الأعمال المسموعة. نعم. وإن كان أنا بعالي دائما بقدر القليل، ما هنا عايز غناء يصل في الأول، بعدك نشوف اللي هنا. نحن حنسمع أغنية، لكن قبلية هو ما اتهام يعني، هي ملاحظة عشان تبقى تخاف من كلمة اتهام. لا ما اتهام يعني، بلاحظ إنه معظم الناس اللي بتابعوك على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي هم سيدات أو آنسات يعني، الجمهور النسوي الكبير ده يعني. والله يبدو لأنه يعني فيما يبدو أنا أنت عارف أسلم طريقة أنك تجاوب بتلقائية، لو حاولت تعمل فيها دبلوماسة حتغرق صدقني أنا. والله هاي خد مني أنا بصراحة أنا ما أعرف السؤال ده، أنا ما عندي الإجابة يعني، سألته قبل كده السودان أنا ما يجي يسألني السؤال ده، لكن أنا أعتقد إنه لأنه أنا بحترم المرأة جدا وأقدرها جدا وبفتكر إنه يعني. هل ممكن ده يكون دليل إنه المرأة السودانية بتسمع أفضل من الرجل كده ولا؟ ارتباطه بالفن والفنون. انت ما تتكلم تطبخ. انا قاعد احاول اساعدك. دقني طيب انت. انا قاعد احاول اساعدك. طيب نحن نستمع الى اغنيه. نستمع الى اغنيه. حنسمع شنو؟ نسمع جار واهلك. نعم. استاذ سيد عبد العزيز عليه رحمه الله. بعدين شوف الغنى السوداني مليان بكميه بتاع الجمال للمراه كيف. فطبيعي انه يعني يمكن يكونوا يسمعونا عشان يسمعوا الحاجات في الغنى. والطبيعة تناجي الزهر
بدي منظر يا عذاب ظهر زي نجوم السما في النهر في ديارهم حجب القمر حبيبي هي حجبوا القمر
حبيبي شكرا جزيلا طارق أبو عبيدة على هذا الإبداع الصوتي والموسيقى الجميل جدا اللي هدتنا له عبر هذه السهرة. وصلنا إلى ختامها للأسف، تمنين أنه تكون أطول من كده لأنه حقيقة استمتعنا بالحوار معك هنا داخل الأستوديو. شكرا لك كثير لحضورك لأستوديوهات قناة الشروق وللحوار الجميل والمختلف اللي قدمناه في هذه السهرة. كتر خيركم، شكرا لكم كثير. أنا شاكر جدا ومقدر وسعيد بالونس اللي تونسنا الليلة مع بعض، وإن شاء الله نكون خفيفين عليكم. وشكرا، شكرا جزيلا. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه السهرة لهذا اليوم من على ضوء الشموع. تقبلوا تحايا فريق العمل الذي سعدت جدا أن نقلت جهدهم حتى ألتقيكم في مساحات أخرى في فضائية الشروق. إلى اللقاء، تصبحون على خير.